كان في سؤال وجه لي عن الحريات والديمقراطية من أحد يعني وسائل الإعلام، وقلت له إحنا في مصر، وأنا بقولها ليكم كلكم كل الموجودين واللي بيسمعني، مصر فيها 90 مليون. 90 مليون دول مش هيبطلوا يعيشوا حياتهم لو المظاهرة قامت. أنا مش بقول إن المظاهرة مرفوضة أبدا، أنا بس بتكلم إن إحنا حطينا موضوع التظاهر وادينا له مكانة مقدرة، ولكن 90 مليون دول عايزين ياكلوا، عايزين يشربوا، عايزين يعيشوا، وعايزين يطمنوا على بكرة بتاعهم. احنا دولة مواردها مش كتير قوي عشان تقف في الدنيا كلها ويبقى عندنا مصدر نصرف منه على الطاقة وعلى المواد الغذائية وعلى الحياة عشان تعيش. لما السياحة توقفت تقريبا ال4 سنين اللي فاتوا، فقدت مصر ما يقرب من 40 مليار دولار، الخزانة المصرية فقدتهم. مين هيعوض المبلغ ده؟ ده انا بتكلم على رقم من قطاع واحد، ما كلمناش على الصناعة وما كلمناش على حاجات أخرى. النقطة دي أنا بطرحها لينا كلنا. خلي بالك، خلي بالك وانت بتطالب بحقوقك، خلي بالك، اوعى تضيعنا معاك، اوعى تضيعنا معاك. أنا بقول الكلام ده لأن إحنا لازم نكون عندنا الوعي الكامل والإدراك الكامل. يعني إيه دولة؟ يعني إيه دولة؟ الأمر ده لازم يبقى واضح لنا كلنا، كلنا بكافة مؤسسات وأجهزة الدولة، ولازم نشد على إيد بعض. مش بقول نضرب على إيد بعض، نشد على إيد بعض، نقول لأ، في حاجات ممكن تبقى مقبولة وفي حاجات ممكن تضيع البلد دي.